اللي حبيت نغير كلش. واش تغير؟ نغير القاعة نرد هكا وليش وكواليس نرجعوا قاع القاعة باش المتفرجين يشوفوا كلش. دابور الكود كشفنا ما عندنا مخبي. كان فنانا متكاملا أجاد كل شيء. باش تبان عالي. هذاك هو المكان المناسب. تربع على عرش الفن الجزائري لأكثر من 60 عاما. المحايل الفقايس يلي راسه خاوي راسي مروي نجيب القارص وخري لي بالجاوي. روح وجمال الربيع بريف تزوزو ألهمته، وشعور اليوتم بعد وفاة الأم والرحلة من أزفون إلى القصبة بالعاصمة غيرت حياة إبراهيم محمد أمزيان عندما اتخذ من الحلم اسما والتحق سنة 1948 بفرقة أوبرا الجزائر سابقا بقيادة محي الدين بشتارزي قبل أن يلتحق بالإذاعة الوطنية إلى جانب رضا فلاكي. خاض تجربة الكتابة أول مرة عبر النص المسرحي أبو جيل اليتيم سنة 52، ثم كتب سيناريو أول فيلم طويل له يحمل عنوان مغامرات محوش سنة 59، حيث قام بأداء الأدوار الرئيسية رويشد وحسن الحسني. وبحوزة الفنان عدد كبير من المسرحيات الإذاعية بالعربية والأمازيغية واقتباسات مسرحيات لكتاب عالميين مثل موليير وشكسبير وأربع أوبيرات وحوالي 10 أفلام كوميدية موسيقية وأكثر من 30 فيلما متوسطا وقصيرا بالإضافة إلى 70 أغنية غناها أسماء كبيرة كشريفة ووريدة. داري كل ما ندخل بسكا وتواسلين أكون كل يوم حضرين غير روحي الله يسهل الفراق بنين اطلاق صعيب يا الغافل دروق المراق والراجل يكمت عدلين حتى احنا لبسنا صراول فزنا قزاد مين. محمد حلمي هو ممثل وموسيقي ومغن ومخرج وكاتب وفنان للكوميديا الضاحكة التي لطالما أسعد بها أجيال متعاقبة. قبل أشهر توفي رفيق درب الحياة والفن شقيقه السعيد ليلتحق به محمد عن عمر ناهز 90 عاما، عمر كان مليئا بالحب والفن والعطاء والصفاء. يقال بأن هنالك أسماء عصية على النسيان، كذلك هو محمد حلمي سيتذكره كل محبي الفن الأصيل والزمن الجميل. وانت كيفاش كتبته؟ مونوكوميك.